هل تدرون أن في علاقة بين التدخين وسرطان الثدي؟ نعم، هناك علاقة وعلاقة وطيدة. فكلما كان المدخنات في سن صغير، في خلال العشر سنوات القادمة راح تزيد نسبة الإصابة بسرطان الثدي بينهم. فننصح جميع النساء المدخنات بأنهما يحذرون من جميع أنواع التبغ، سواء كانت التقليدية أو الإلكترونية، لأن هناك علاقة وطيدة بين التدخين وزيادة في نسبة الإصابة بسرطان الثدي. انتبهوا لنفسكم، افحصوا لتطمئنوا.